كله ريدي، كله في الميكس حيبان. فكرة منير، أحب الأول أديكم فكرة عن مشروع صوت العربي. مشروع صوت العربي هو ابتدى فكرته من سنة بالظبط في سبتمبر 2009، وهي كانت مبادرة إن احنا نعمل إنتاج صوت وفيديو لمغنيين وفنانين من في الوطن العربي، اللي احنا بنقول عليهم الفنانين المستقلين او الفرق المستقله، واللي هم اصلا مش واخدين حقهم بشكل كافي في الانتاج زي الانتاج العادي يعني في الكوميرشال عامه. ابتدت الفكره ان انا طرحتها على مجموعه اصدقاء ونتورك عندي في اعرفهم من اصدقاء فنانين في الوطن العربي، وفكرة لقيت استحسان، بس كان التساؤل كله كيفية الإنتاج نفسه هيكون إزاي، وكيفية إن هو عمل المشروع ده إزاي، وإيه أهدافه، وإيه يعني الحركة بتاعته إزاي. في فبراير 2010 وتم إن إحنا عملنا فتح دعوة لكل الموسيقيين والفنانين وكمان المصورين والمخرجين مهندسي الصوت ان هم يشاركوا معانا في المشروع ده. مساء الخير، مجدي شيمي، مهندس صوت. انا اصلا ميوزيشن على فكره، بلعب بيس جيتار فريق حب والسلام، بشتغل فيه، بعمل هندسه الصوت بتاع التركات كلها. الموضوع ده اول ما شفته استقبلته، لقيت فكرته حلوه جدا، بتجمع العرب كلها في حاله واحده، وكل واحد بيعبر عن نفسه بطريقه محترمه، طريقه شيك. الفن على حسب الفن، التركات اللي جات لي كلها الفن فيها عالي جدا، مستوى الرقي عالي جدا، ونفسي الموضوع ده يستمر على فكره جدا. وصل لنا عدد مقبول، يعني عدد كويس جدا من الموسيقيين من كل الدول العربيه، واللي هي كانت 7 دول عربيه. فرقه جين مقدمين اغنيه يا ولدي، وهي شعر تونسي اصلا، يا شعر قديم لغه عربيه الفصحى، وهم كمان بيلعبوا روك، فعاملين ميكسنج، عاملين دمج ما بين اللغه العربيه الفصحى ومزيكا روك. النهارده هنشوفها مع بعض، رائع جدا. هي فرقة بلشت بال 2005. احنا بنعمل موسيقى بروجريسيف روك، بنحاول نمزج كلمات عربي، شعر عربي، كلمات مؤلفة من قبل شادي العلي او ممكن حدا ثاني يكتبنا اياها. والموسيقى هي عبارة عن خليط بين روك وجاز وفانك حتى ممكن موسيقى عربية شوي. عملنا أول ألبوم نزل 2008 بعنوان جين،
ضمن 9 اغاني. في منهم خمسة اربع انسترومنتال وخمسة اغاني. عملنا تور طلعنا على تركيا, عملنا تور, عملنا حفلات كثيره بسوريا, وهي اول مره بريطانيا كمان, هي اول مره نجي فيها على مصر. نحن مبسوطين كثير انه جينا على مصر نشارك فيها. نحن سمعنا بمشروع الصوت العربي عن طريق صديقتنا بسوريا اسمها شمس اسماعيل, هي مندوبة الصوت العربي بسوريا. هي خبرتنا وهي قالت لنا انه ممكن هذا المشروع يكون كثير صح لنا لانه هو بيشبهنا من حيث يعني من الناحية اللي لها علاقة بالتجريب, اللي لها علاقة بطرح الافكار الجديدة, واللي لها علاقة بانه بفكرة التجمع, يعني فكرة انه نكون كثير ناس مع بعض عم نشتغل لهدف واحد. فرقة جين هذا واحد من اهم ميزاتها, يعني انه نحن يعني عملنا جماعي بالتأليف وبالتوزيع وبالإدارة حتى, يعني نحن بنشتغل كل شيء حتى بموضوع الإنتاج. نحن بندفع على لنسجل ألبومنا أو لنعمل حفلاتنا, ما في عنا راعي حقيقي. الظريف بهذا الموضوع إنه نحن جايين على مكان لنجتمع فيه مع ناس عم يفكروا بنفس طريقتنا, ومع فرق تانية عم تشتغل بنفس طريقتنا وبنفس حجم الدعم اللي مقدم لها. الصوت العربي طرح مبادرة بإنه تعالوا نحن نعرفكم على بعض, تعالوا نسوقكم, تعالوا نخلي العالم تعرفكم أكثر, بركي بيكون في دعم لنوع الشغل اللي عم تشتغلوا. بالنسبة لمشروع الصوت العربي مثل ما قال شادي, هي فكرة كتير حلوة. أهم شيء بهالفكرة إن هي عم بتطلع تجارب شابة حلوة مو بمكان واحد, إقليمياً بأكثر من مكان بالوطن العربي. هلا نحن اللي شفناه هون من التنظيم من الشيء, الشباب عملوا شيء من شيء كتير بسيط. فالشيء الكتير البسيط لو بزيد أكثر, يعني لو بصير في سبونسرية أكثر, لو بصير في منظمات أكثر تعطي دعم مالي, بصير في مصاري أكثر, بصير في شغل أكثر, بصير في توسع بالمشروع, بطل يصير بس بهالصوره تبعه, بصير مور بروفيشنال, بصير في وركشوب ممكن تنعمل, وركشوب على اكثر من صعيد, وركشوب بهالمهنه هي من الالف الى الياء. يعني عندك وركشوب لمهندسين الصوت, وركشوب للموسيقيين, وركشوب للسونغ رايتنج, لكل شيء. يعني هذا الشيء لما يصير كله مرتبط بالمصاري. بعدين ممكن الميديا يعني انا بشوف انه كثير مشروع الصوت العربي بحاجة لتغطية ميديا إن كان بالقطاع الخاص أو بالعام, ويفضل إنه العام هو اللي يجي لأنه هو له يعني دور كتير مهم وفي مسؤولية تجاهه إنه يتابع هذا الموضوع. فإذا يعني هالثلاث قصص هذول بيتوفروا, الفاونديشن, سبونسرية, الميديا, بعتقد أنا مشروع الصوت العربي بيكبر أكتر وبيتوسع أكتر وبصير ريجنال متنقل من بلد لبلد عربي إن شاء الله, حتى ممكن يطلع لبرة الوطن العربي. أنا كان مدير مشروع ومع لجنة تحكيم من موسيقيين معروفين يعني على مستوى الوطن العربي اختيار أحسن أغنية هنتم إنتاجها من كل بلد. وكانت الفكرة إن احنا هننتج أغنية واحدة بس, إنتاجها صوت وفيديو كليب للفائز في الاشتراك.